تعتبر حضارة المايا من أبرز الحضارات الإنسانية، وقد نشأت في العام 2600 قبل الميلاد، وعاشت حضارة المايا في أمريكا الوسطى وشبه جزيرة يوكاتان منذ 1800 سنة قبل الميلاد، وازدهرت في المنطقة لآلاف السنين. سكن المايا في جزء كبير من منطقة وسط أمريكا، والتي تعرف حالياً بغواتيمالا وبليز وهندوراس والسلفادور، وفي نطاق 5 ولايات في المكسيك، هي كامبيتشي وتشياباس وكينتانا رو ويباسكو ويوكاتان. تعد حضارة المايا القديمة أحد أهم ثقافات أمريكا الوسطى في زمن ما قبل كولومبوس، لأن لها إرث علمي وفلكي مشهود ومهم على مستوى العالم، كما عرفت التقويم في العام 613 والسنة المايوية 18 شهر، كل شهر منها 20 يوم، وكان يضاف للسنة 5 أيام يمارس فيها الطقوس الدينية. وعرفوا الحساب وكان متطوراً، فالوحدة عندهم بنقطة والعشرون بهلال، وكانوا يتخذون أشكال الإنسان والحيوان كوحدات عددية. وحضارة المايا كانت على علم بالرقم صفر في الوقت الذي كانت تفتقر إلى ذلك الحضارات الأخرى، إضافة إلى معرفتهم بالعمليات الحسابية كالضرب والقسمة وكذلك الجمع. وتعتبر حضارة المايا من الحضارات القوية التي كان لها قدر من السيطرة في العالم القديم، فقد دامت هذه الحضارة مدة 3000 سنة تقريباً، وقد تركت للبشرية العديد من الشواهد التي بقيت حتى يومنا هذا، كالهرم المدرج وكذلك أطلال تولوم. وأسهمت حضاراتهم بالكثير من الميزات للحضارات الأخرى في وسط أمريكا بسبب التفاعل الكبير ونشر الثقافة التي اتسمت بها المنطقة. تأتي تسمية المايا من مدينة مايابان القديمة في يوكاتان، وهي آخر عاصمة لمملكة المايا في فترة ما بعد الكلاسيكية، ما بين 900 سنة ميلادية وحتى الغزو الأسباني في أوائل القرن السادس عشر. ويشير شعب المايا إلى أنفسهم من خلال الروابط العرقية واللغوية، مثل شعب الكيش في الجنوب أو شعب اليوكاتيك في الشمال، على الرغم من وجود العديد من الشعوب الأخرى. أثارت حضارة المايا الغامضة اهتمام العالم منذ إعادة اكتشافها في أربعينيات القرن التاسع عشر على يد جون لويد ستيفنز وفريدريك كاثروت، ولكن في الواقع فإن الكثير مما يتعلق بتلك الثقافة ليس بهذا الغموض عند فهمه. وعلى عكس المعتقد العام، لم تنقرض حضارة المايا بالكامل، إذ لا يزال أحفاد الأشخاص الذين بنوا مدنها العظيمة موجودين على نفس الأراضي التي كان أسلافهم يعيشون فيها، وهم ما زالوا يواصلون ممارساتهم القديمة، أحياناً في شكلها المعدل التي تعرف عليها أسلافهم منذ 1000 عام.
تأسست المايا في البداية خلال الفترة التي تسمى ما قبل الكلاسيكية، من حوالي العام 2000 قبل الميلاد إلى 250 ميلادية، وفقاً للتسلسل الزمني لوسط أمريكا. ووصل العديد من مدن المايا إلى أعلى مستوى لها من التطور خلال الفترة الكلاسيكية، تقريباً في الفترة من 250 ميلادية وحتى 900 ميلادية، وبلغت أوجها في العام 700 قبل الميلاد، واستمرت خلال ما بعد الكلاسيكية وحتى وصول الغزو الأسباني إلى الأمريكتين، وكان لديهم حضارة يقدر تاريخها بحوالي 3000 سنة. وخلال ذلك الوقت الطويل كانوا يتحدثون في تلك الأراضي مئات اللهجات التي ولد منها اليوم حوالي 44 لغة مايوية مختلفة، وقد عرفت بالحضارة الوحيدة في تطور اللغة الكتابية في الأمريكتين في زمن ما قبل كولومبوس، فضلاً عن الفن والهندسة المعمارية وأنظمة الرياضيات والفلك. وينقسم تاريخ حضارة المايا القديمة إلى ثلاث فترات رئيسية، وهي مرحلة ما قبل الكلاسيكية، والمرحلة الكلاسيكية، وما بعد الكلاسيكية. وقد سبقت تلك الفترات الثلاث ما يسمى بالعصر القديم، والذي شهد أول المستوطنات والتطور المبكر في مجال الزراعة. ولم يختفي شعب المايا نهائياً، لا في وقت تراجع الفترة الكلاسيكية ولا مع وصول الغزو الأسباني واستعمارهم للأمريكتين، حيث يشكل أبناء شعب المايا في الوقت الحالي الأكثرية لسكان جميع مناطق المايا، وقد حافظوا على التقاليد المميزة والمعتقدات التي هي نتيجة لاندماج الأفكار والثقافات لفترتي ما قبل كولومبوس وما بعد الغزو. وفي الوقت الحالي ملايين الناس يتحدثون لغات المايا المختلفة.